من الرقم اللي طرحتيه يتضح لنا أن المعرض في انتشار مستمر، نعم والحمد لله لولا ثقة هذه الشركات في المعرض وفي دولة الإمارات وبالأخص إمارة أبو ظبي في إدارة المعارض وتنسيقها بالطريقة الصحيحة لما شاركت. نعم أغلب الشركات ترتئي أن تضع منتجها في مكان تستطيع أن تنتشر وتروج للمنتج، ولولا ثقة هذه الشركات بدولة الإمارات ومعرض يومكس وسيميتكس لما شاركت فيه. نتمنى في الدورات القادمة زيادة أكبر من هذا العدد، وإن شاء الله سيكون، لأن خلال الدورات السابقة كان النمو بشكل يعني طفرات نعتبرها في النمو، وإن شاء الله للأمام، ولولا الثقة من هذه الشركات لما شاركت في هذا المعرض.